اقول لكم على سر، في ناس كتير جدا بتبقى شايفاني او شايفه بعلاقتي ان الست دي لذيذه ظريفه بتضحك طول الوقت فرفوشه. انا من زمان من كتر ما الحياه حطت ونزلت وشالت والتحديات حصلت في حياتي، اتعلمت حاجه بقيت بعملها في بدايه كل سنه او في نص السنه او وقت ما بقى انا عندي الوقت اني اعملها، ودي مصدر سعادتي الحقيقيه. بعد ما اخلص القصه ناس كتير يقولوا ده غرور، ولكن هو انا ما تاخدوهاش على ان هو غرور، ده مصدر سعادتي. انا هبقول لكم سر مصدر سعادتي. انا دايما كل سنه بجيب اجنده صغيره كده جنبي في كومودينو، وابتدي خلاص انا لميت انا عندي ايه في السنه اللي جايه او في خلال السنه دي، انا عندي كذا حاجه مستلزمه، يعني مطلوب مني كتب كتاب بنتي مثلا، مطلوب منها كذا، دراستها هيبقى انا محتاجه كذا، ماما هبقى انا كذا، عايزه اعمل عمره هعمل كذا، عايزه اظبط حاجه، وابتدي اكتبهم في ورقه وقلم، واحد اتنين، واكتب جنبها انا محتاجه كام، واتنين، واكتب جنبها انا محتاجه كام، وهكذا، اسدد دين مش عارفه ايه عليا، واكتب 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 واكتب، 15 بند بيبقوا موجودين. حلو جدا ان انت جدا انا بتعملي بعمل كده خطه علشان امشي طول عمري بعملها. دي ده نظام حياه رائع. وبقفل ال 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 الاجنده، والاجنده دي موجوده يعني ممكن اجيبها لكم بكره واحطها جنبي. خلاص بقى الدنيا بتحط وبتمشي وبفضل والكلام ده كله. وبعدين انا لسه فاتحه الاجنده دي من يومين، انا بوضب اوضتي بقى فلقيت في الاجنده دي، فجاه الوقت قبل ما افتحها ان انا ايه، انا عايزه اعرف انا حققت ايوه ايه اللي لسه من اللي انا عملته. فوالله العظيم اقسم بالله كاتب كتاب منا عدى، جامعه منا عدت، دفعت اللي عليا عدى، كان عندي قسط مش عارف عدى، ماما عدى، لقيت ال 15 نقطة اللي أنا كتبتهم قدرت إن أنا أعملهم. ده أحلى إحساس بالسعادة. وقفت قدام المراية رقصت. ليه؟ لأن أنا سعيدة جدا إن أنا حققت شيء أنا وأنا بكتبه، أنا فاكرة أحاسيسي وأنا بكتبها إن يا ربي ده أنا عليا حمل السنة الجاية. أنا عندي حمل جبال. والله رقصت. السعادة مش إن أنت تبقى معاك فلوس كتير ولا تحوش. الإنجاز في حد الإنجاز ذاته سعادة. والإنجاز على حسب كل حد، بالزبط. على حسب أولوياته وعلى حسب ظروفه وعلى حسب حياته، بس المهم فكرة إن احنا نكون عندنا خطة، بالزبط. وبنكتب تفاصيلها وبنكتب احنا عايزين ايه، ونعمل خطط بديلة، مش بس لأن ممكن سيناريو واحد يتعثر فيبقى عندنا سيناريو اتنين دايما. وخلي بالك كل الامكانيات الفلوس دي اللي انا كتبتها دي، ما انا كنت ممكن ابقى سعيده لو حوشتها. طبعا هو سعيد، انا سعادتي في الانجاز. فالانجاز هو مصدر السعاده في اي شيء في حياتي. وان احنا يكون عندنا السيناريو الجيد، انا دايما اكتب السيناريو الأسوأ. لا انا لازم يبقى في السيناريو الأسوأ، لازم اتقبله جوه مخي وابعرفه ان في سيناريو أسوأ. فالسيناريو الأسوأ ده لما انت بتستعدي له نفسيا بيعدي من غير ما تضغطي بقى نفسك. انت عارفه بقى السيناريو الأسوأ ده هو الشهور اللي جايه لتحقيق الهدف، بيجي بقى حاجات مطبات ونازله ولا بس وفشل. انت عامله اهدافها ان شاء الله تتحقق، يا رب كل اهدافكم تتحقق.